أعزائي متابعين أهل مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم في نشرة إخبارية جديدة هنرصد لكم خلالها عدد من الأخبار المختلفة في عدد من المحافظات. تقدروا تتابعونا وتتابعوا كل الأخبار الحصرية أول بأول ولحظة بلحظة على موقعكم أهلمصرنيوز.com. كلنا امبارح تابعنا قضية البنتين اللي أعلن زواجهم عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مثليا، وطبعا كل الناس اتكلمت عن الموضوع والموضوع أثار جدل كبير وجدل واسع جدا على موقع التواصل الاجتماعي. عندنا في أهل مصر كانت عندنا الحقيقة وقلنا فيها التفاصيل كاملة، وهي ان دول مش بنتين اصلا والحسابين دول مزيفين والغرض منهم لم لايكات وشير والناس تتكلم عنهم بطريقة او باخرى، والهدف من الحسابين دول كمان ان هو في حساب منهم لما اكتر من 100,000 فلور في خلال ساعتين بس، وهو ده كان الهدف الرئيسي. وبعد فترة بدأوا البنتين دول او اللي بيقولوا انهم بنتين نشروا صور يعني عارية على حساباتهم، وبعد كده تم غلقها. في محافظة الدقهلية ايضا في قصة ليست غريبة من نوعها، ولكن بتكون غريبة شوية خاصة لما بيكون امام مسجد هو بطل القضية. القضية وما فيها في قرية اسمها نشا تابعة لمدينة نبرو بمحافظة الدقهلية، في شاب اسمه عمرو. الشاب ده كان يعمل امام مسجد وليس تابع لوزارة الاوقاف في القرية ويبلغ من العمر 30 سنة. الشاب ده قدر ان هو يهكر اكتر من 60 موبايل لعدد من السيدات المختلفة في القرية، وقدر كمان يحصل على صور ليهم بملابس يعني شبه عارية، وبعد كده بدأ يبتزهم. الأمر طبعا اتفضح على مواقع التواصل الاجتماعي والسيدات خافت وقالت لعدد من الشباب ان هم يبحثوا في الأمر، وتم القبض على الشاب اللي اسمه عمرو عنده 30 سنة اللي هو كان بيعمل او كان واهم الناس ان هو بيعمل رؤية شرعية. وكمان مصدر أمني قال لنا ان بعد البحث وبعد البحث في اللابتوب بتاعه والموبايل بتاعه وجدوا صور اكتر من 60 سيدة من القرية، تم القبض عليه والنيابة امرت بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات بتكلفة 52 مليون جنيه. وزير التعليم العالي يفتتح مجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة. اقبال كبير من السيدات للتصويت في اعادة انتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف. الإسماعيلية تودع أمنة دهشان أكبر فدائية ساهمت في نقل السلاح للمقاومة وخطفت الإنجليز. صحة الغربية تودع طبيبين توفيا بسبب كورونا. إصابة 3 أشخاص في حادث انهيار عقارين بالدقهلية. جامعة أسيوط تعلن تشغيل خط إنتاج بيع للزيوت النباتية. ضبط لحوم وأسماك مجمدة فاسدة خلال حملة تموينية بأسيوط. انتهينا من نشرة أخبار النهاردة ورصدنا لكم فيها عدد من الأخبار المختلفة في عدد من المحافظات. تقدروا تتابعونا وتتابعوا كل الأخبار الحصرية أول بأول ولحظة بلحظة على موقعكم أهلمصرنيوز.com. تابعونا.